حكيتي مع الاستوديو مشان المونتاج ما هيك؟ طبعا حكيت، بس ما تقوم تصير شي مشكلة. لا لا ما بتصير. من مين؟ هذا من إدارة شي بنك، عم بيقولوا لو آخذ قرض نفقات هذا وقته بالضبط ما هيك؟ يلا أنا رايحة بقى. حاجة بقى، لوين رايحة؟ ليش أنت عندك بيت تروحي عليه؟ رح روح لعند أمي. وشو رح تعملي بعدين بشغلة البيت؟ يعني عم فكر استأجر بيت صغير. بتعرفي إنك بتقدري تعدي عندي لبين ما تستأجري ما هيك؟ بعرف بعرف، تسلمي لي حبيبتي. يلا نامي وارتاحي، تصبحي على خير. وأنت من أهله؟ اطلب لك تاكسي شي؟ باخذ من الطريق، أنت ارتاحي.